هذا اليوم من أيام جزائرنا، يوم الشهيد، وما أدراك ما الشهيد. إخوانا متحدين. لذكرى يوم الشهيد المصادف ليوم 18 من فبري من كل سنة. الوطني التي أخرجت القضية الجزائرية والمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الجزائري إلى المحافل الدولية. هذا السيد الوالي يقول لا عفوا شو الوالي قالوا لي والتأكيد فيه عليه، ونحن وإياكم نكرم الأساتذة المحاضرين، نكرم الأساتذة المحاضرين القسم ألف المؤهلين لرتبة أستاذ التعليم العالي بعنوان الدورتين 48 و49. هذا الهدف البني.